بوعيكم بوعيكم نقضي على هذا الفيروس. في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات القيادة، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان حملة لتطهير الشوارع والأزقة ببلديات غليزان بإقحام جميع الوسائل المادية والبشرية. الحملة تدخل في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره. في هذا الإطار ندعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والمكوث ببيوتهم، ويبقى الرقم 1055 تحت تصرفهم للتبليغ عن أي طارئ.